هو يوم دفن الذاكرة وتشريد أصحاب الأرض. اقتلعت فيه جدران البيوت العربية وتحولت لأنقاض، وطمست أسماء القرى وقتل أصحابها، وعبث الصهاينة بالجغرافيا فصارت الشوارع الآمنة مستوطنات، وتمزقت الجنسية الفلسطينية بين المنافي والشتات وتحت سنابك لصوص الأوطان. هو يوم النكبة، المأساة المتجددة التي أكملت سنوات الآلام في أرض الأنبياء ولم تكتفي بالماضي فأطبقت على الحاضر وربما المستقبل. 700,000 فلسطيني أو يزيد تركوا قراهم أمام فوهات إرهاب العصابات الصهيونية مثل أرجون واشترن وهاغانا، ومع تواطؤ القوى الغربية منذ 76 عاما كانت اللحظة الأفدح في تاريخ الشرق الأوسط. بدأ التمهيد لها منذ عام 1881 مع السماح بهجرة يهود أوروبا إلى فلسطين، مرورا بوعد بلفور الذي قص شريط المؤامرة، وحتى قرار التقسيم وما تلاه من جولات الإبادة العرقية التي أسست للدولة العبرية. إذا كانت النكبة متجددة لدى الفلسطينيين، لكن تذكرها أصبح أحد أسلحة المقاومة، وإذا كانت هي مأساة العرب الكبرى، فهي أيضا جزء من عملية إعادة إحياء الهوية الفلسطينية مع الكوفية ومفاتيح العودة، حتى يأتي اليوم الذي يعود فيه للأرض أصحابها وتسمع من بيوتهم القديمة حكايات النصر. We'll be right back.